أنا عندي حساب بمنصة الباينانس وحابب اشتري عملة جديدة نزلت على السوق. المشكلة إنه هاي العملة مانا مدرجة بمنصة الباينانس. كيف بإمكاني اشتري هاي العملة ومن وين بإمكاني اشتريها؟ كيف بدي أعرف السوق اللي بدي اشتريها منه؟ الأمر سهل جدا، توجه إلى الكوين ماركت كاب وابحث عن العملة اللي أنت عم تدور عليها. راح ألاحظ إخواتي لما أدخل أنا على العملة راح ألاحظ في شيء عندنا اسمه ماركت، تضغط عليها من خلال الماركت راح يظهر لك الأسواق اللي بإمكانك من خلالها تشتري هاي العملة. تختار طبعا المنصة اللي بدك إياها سواء كانت مركزية أو غير مركزية، وبإمكانك ساعتها تشتري هاي العملة. الكثير من المنصات المركزية مثل باينانس، كوين بيس وغيرها بتفلتر يعني العملات بشكل كبير جدا، وبالتالي هاي العملات إذا بتشتريها من منصة غير مركزية ويكون في خبر إنه هاي العملة راح يتم إدراج على سبيل المثال بالباينانس والكوين بيس، هاي ممكن تكون فرصة كبيرة جدا لارتفاع سعر هاي العملة، لأنه لما يتم إدراجها راح يتم عرضها على عدد كبير جدا من المتداولين والمستثمرين، ولذلك هاي الأخبار تعتبر إيجابية جدا بالنسبة لأي عملة جديدة يتم طرحها. بالتوفيق للجميع، تحياتي.